أيها الإخوة الكرام، الإنسان في حياته الدنيا إن لم يتبع هدى ربه، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان في حياته الدنيا إن لم يتبع هدى ربه معرض لما لا يحصى من المخاطر والمنزلقات، فالحياة الدنيا خضرة نضرة، سمها في دسمها، فيها منزلقات ومتاهات، مالها يغري ويردي ويشقي، نساؤها حبائل الشيطان، الأهل والولد مشغلة مجبنة مبخلة، الشهوات فيها مستعرة، ولاسيما الآن بأبهى حللها، والفتن فيها يقظة في أجمل أسوابها. السؤال الآن: كيف يتقي الإنسان الضياع في تلك المتاهات والضلالات والشبهات؟ كيف يتقي الإنسان الانجذاب إلى هذه الفتن المهلكات؟ كيف يتقي الإنسان خطر الانغماس في تلك الشهوات؟ كيف يتقي الإنسان حمأة المزاحمة على جمع الدرهم والثروات؟ كيف يتقي الإنسان أن ينخرط في موجة النفاق العام التي عمت الأرض؟ العالم كله ينافق لوحيد القرن في عدوانه على العالم الثالث، أوروبا بأكملها تنافق وهي ذات حضارة كما تعلمون. كيف يتقي الإنسان موجة النفاق العام التي عمت الأرض؟ كيف يتقي الإنسان شقاء الدنيا وشقاء الآخرة؟ في الإجابة عن هذه الأسئلة كان موضوع هذه الخطبة. أيها الإخوة الكرام، الإنسان لن يتقي سخط جهة إلا إذا آمن بوجودها، وإلا إذا أيقن بما عندها من عطاء كبير أو حساب عسير. فما لم نؤمن بالله لن نتقيه. قال تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. متى آمنت؟ أي موضوع تتبعت؟ أي مجلس علم حضرت؟ أي كتاب قرأت؟ أي شريط سمعت؟ هل كان طلب الإيمان هدفاً واضحاً مركزاً؟ أيها الإخوة الكرام، حينما يبني الإنسان تصوراته عن الكون والحياة والإنسان وفق ما جاء في البيان الإلهي، وحينما ينطلق في حركته اليومية وفق التشريع الرباني، يكون قد أسس بنيانه على تقوى من الله، أسس حياته، برمج حياته، شكل حياته في زواجه، في حرفته، في تربية أولاده وفق منهج الله. لذلك أيها الإخوة الكرام، من هي الجهة التي ينبغي أن تطاع؟ من هي الجهة التي ينبغي أن تعبد من بين سائر الجهات؟ إنها الجهة الخالقة، إنها الجهة الصانعة، إن الله رب العالمين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل نحن في قبضته، مصيرنا بيده، صحتنا بيده، زواجنا بيده، رزقنا بيده، أعمالنا بيده، آخرتنا بيده،
من هم أقوى منا بيده، من هم أضعف منا بيده، من حولنا بيده، الأمراض بيده، الأمراض العضالة بيده، نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. إذن دققوا في هذه الآية، أفغير الله تتقون؟ أيعقل أن تتقي خطر إنسان وهو في قبضة الرحمن؟ أفغير الله تتقون؟ أيعقل أن تتقي جهة قوية وتنسى الذي أمدها بالقوة؟ أيعقل أن تتقي جهة أرضية وتخشاها وتنبطح أمامها؟ والله الذي خلقك كرمك ومنحك الحرية. أيها الإخوة الكرام، لكن ينبغي أن نتقي الله لا لأننا في قبضته ولا لأن مصيرنا إليه، لكنه أهل للتقوى. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها الإخوة، إذاً لا نتقي الله إلا إذا عرفناه، وأصل الدين معرفته، وهذا الكون كله ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. والقرآن آياته القرآنية، والكون آياته التكوينية، والكون آياته الكونية، وأفعاله آياته التكوينية. يمكن أن نعرفه من آياته الكونية ومن آياته القرآنية ومن آياته التكوينية. أيها الإخوة، وفضلاً عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال الدعاة، من خلال الأحداث، من خلال التربية النفسية، من خلال بعض الرؤى، يعلمنا بكل أسلوب وفي أي مكان وفي أي زمان. فلما لا نتقي الله والله يعلمنا؟ قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. الإنسان القلق جزء من حياته، لكنه إذا عرف الله طمأنه الله على حياتيه، حياة الدنيا وحياة الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يتكفل الله لك سلامة الدنيا وسلامة الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الإخوة الكرام، التقوى فضلاً عن ذلك نور يقذفه الله في القلب، بنص الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به، بنص القرآن الكريم. الذي يتقي الله عز وجل، الذي يؤمن بالله ويتقي الله عز وجل، يقذف الله في قلبه النور، فيرى به الحق حقاً والباطل باطلاً، ويرى الخير خيراً والشر شراً. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. الآن الإنسان إذا كان صادق مع نفسه، قال قولاً سديداً، هذا مما يسرع الخطى إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. ينبغي ألا نكذب، ينبغي ألا نقول ما لسنا قانعين به. اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. القول السديد مسرع إلى الله. الآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا كنت في بيئة مؤمنة،
في جو إيماني مع أناس مؤمنين يخافون الله رب العالمين، إن كنت معهم فأنت في حرز حريز. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيها الإخوة الكرام، ومن الوسائل المسرعة أن تبتغي إليه الوسيلة، ومن أبرز هذه الوسائل طلب العلم، من أبرز هذه الوسائل العمل الصالح، من أبرز هذه الوسائل صحبة المؤمنين الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني